اقعد انت تتوب كده كانك عايز تنام. وانا اضحك عليك ليه؟ عشان كسبك ماتشين ورا بعض. يا ابني انا راجل موظف شقيان. طب ما انا طالب تعبان برضه، بس في فرق قدرات. قدرات مين يا ابني؟ انت بتلعب ببرشلونه وانا بلعب باندرلخت وعايز نكسب. هو انا اللي بختار الفرق، ما في قرعه. ايوه بس ما تتكلمش على القدرات عشان ما هزش ثقتك بنفسك يعني. والله ولا انت ولا 10 زيك. مساء الخير. مساء الخير. هو حضرتك سميرة كرم ولا في شبه؟ سميرة. انا بحب عرق جدا. ميرسي يا حبيبي قوي. والله مفاجأة حلوة يعني في آخر اليوم إن الواحد يشوفك. ربنا يخليك، ده بجد يعني؟ طبعا بجد، بس الواحد مش عارف يقول إيه ولا إيه. ربنا يخليك. هو أنت بقيتي جارتنا؟ لا لا، ده أنا كنت عند أستاذ عمرو درويش. أستاذ عمرو ده عشرة من زمان يعني، أنا وهو أصحاب قلب. أكيد هنشوفك كتير بقى الفترة الجاية. أنت اسمك إيه بس؟ عبده. لا عبده ابن لميا جارتنا اللي فوق. ابنها الصغير يعني، عنده أختين أكبر. أهلا بيكم. طب استاذنك بس بصوره ممكن؟ مفيش مشكله قلبي. اصل ابني طارق الصغير بيحب حضرتك جدا. يا حبيبي مفيش مشكله قلبي. هو صاحبه، ابني الصغير صاحبه. عشان كده عارف ايه. تمام. شكرا. بعد اذنك. شكرا. باي باي. باي باي. شفت بقى ما تتكلمش على القدرات. انت مين بقى؟ انت عبده ابن لميا الصغير. تمام؟ صاحب ابني انت عارف. جيجي حبيبتي. ايوه مالك؟ انت عارفه انا مبسوط قد ايه؟ طبعا عارف انك مبسوط. انت بتغيري عليا بجد؟ انت بتهزر؟ ايه البتاعه دي اللي ممكن اغير منها وانت بتعمل معاها محسسني انها ماجدة الرومي؟ انا بموت فيك لما بتعملي زي الست في البلدي كده. طبعا ما انت ذوقك بقى زفت. على فكرة سميرة دي مزة وظريفة جدا. انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم بجد. دي جننتك. يا سلام، وانت بقى مبسوط ان انا اتجننت؟ فوق ما تتخيل. ده انا هجيبها كل يوم كمان عشان اعرف انك بتحبيني كده. هموتك يا عم درويش.